السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين بتمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. اخوان ديالي، عندي لكم جوج الاشياء بغيت نتحدث معكم فيها، واسمحوا لي اذا طولت عليكم. الشيء الاول هو ان القناه قريب انها تخرج التطبيق ديالها لمشاهده المباريات في هذه الايام القليله المقبله ان شاء الله. التطبيق غادي يكون مدعوم بسيرفرات ليا قويه باش تفرجوا على خاطركم، ما تكونش تقطعات بجميع الجودات، اي ان اي واحد كونيكسيون قليله ولا ضعيفه او لا عنده كونيكسيون مزيانه فغادي يتفرج على خاطره. ثاني حاجه بغيت نهضر معكم فيها هو هي القناه غدا في تدهور، لذلك اللي شاف هذا الفيديو هذا ما يبقاش علينا بجيم باش الفيديو يطلع، واللي شاف القناه اول مره ما ينساش يشارك في القناه باش القناه حتى هي تطلع، لان القناه هي مصدر الرزق ديالي الوحيد ومن اللي كطيح فانني كنضرر بزاف. كنشكركم بزاف من اعماق القلب، واسمحوا لي طولت عليكم، ونمروا الان الاهم عناوين حلقه اليوم. سب وشتم بين الحكم ومسؤول في الجيش الملكي بعد مباراه الفتح والجيش. فوزي لقجع يهنئ الرجاء والوداد على تاهلهم لنصف نهائي عصبه الابطال. خليل لوزيتش يتسبب في ازمه بين الجماهير الجزائريه وخير الدين زاتشي. وكيل احدد اللاعب لا يستطيع المشاركه مع الرجاء امام الزمالك. اشتباك بالايدي بين لاعبي الرجاء الرياضي البيضاوي وجماهير مازيمبي الكونغولي، واعتداء بين الشوطين والغاء هدف صحيح. لاعب مستدعى في قائمه خليل لوزيتش يرفض تمثيل المنتخب الوطني المغربي. هذا ما قاله اشرف بن شرقي عن مواجهه الرجاء في نصف نهائي عصبه الابطال. حكيم زياش مصاب بفيروس كورونا. عرفت نهاية المقابلة التي جمعت الجيش الملكي بالفتح الرياضي الرباطي مشادات كلامية بين الناطق الرسمي للجيش الملكي عبد الواحد الشمامي والحكم القزاز. وتربي العاصمة انتهى بتفوق الفتح بهدفين مقابل هدف واحد بعدما كان الفريق العسكري سباقا للتسجيل. هنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع نادي الرجاء الرياضي البيضاوي ونادي الوداد الرياضي البيضاوي على تأهلهم إلى نصف نهائي عصبة أبطال إفريقيا على حساب نادي تيبي مازيمبي الكونغولية والنجمة الساحلية التونسية نادي الترجي الرياضية التونسية. وسيضرب الوداد موعدا مع فريق الأهلي المصري في المربع الذهبي أيضا في المنافسة بعدما نجح الأخير في شيازة ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقية. بعد الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني المغربي الموسعة، عبرت الجماهير الجزائرية عن استيائها الشديدة، وساءت جماهير الخضر من تواجد
سبارتاك روتردام رفض هو دعوة تمثيل المنتخب الوطني المغربي مشيرا إلى سعيه للدفاع عن ألوان المنتخب الهولندي الأول، حيث ترعرع واكتسب الكثير سواء على الصعيد الكروي أو الشخصي. وقال صاحب 22 سنة في تصريح لشبكة فوكس سبورت في نسختها المحلية مسؤولو المغرب قدموا إلي في عدة مناسبات لكنني شكرتهم، لقد قلت إنني أشعر بكوني في منزلي رفقة المنتخب الهولندي للشباب، إنني أحلم بمجاورة المنتخب الأول، ذلك أن هولندا تعني لي الكثير، لقد درست هنا كما أنني تعلمت كل شيء هنا بالإضافة إلى ممارسة كرة القدم في هذا البلد. يضيف اللاعب الذي أحرز 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في الموسم الجاري. وخذ هروي مباراتين رفقة منتخب أقل من 20 سنة وثلاث مقابلات مع منتخب الطواحين تحت 21 سنة، مبديا أمله في مواصلة تسلق السلم والارتقاء إلى المنتخب الأول. أبدى اللاعب المغربي في صفوف نادي الزمالك المصري أشرف بن شرقي عن سعادته بتأهل الرجاء على حساب تي بويسون مازيمبي الكونغولي، فتلة أخلاقية ولا تموت للرياضة بصلة. شهد فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم حالة من الاستفارة شديد بسبب فيروس كورونا المستجد والاشتباه في إصابة لاعبين بمن فيهم الدولي المغربي حكيم زياش ومواطنه نصر مزراوي وزكريا البيض أيضا. وكشفت وسائل إعلامية هولندية أن إدارة أياكس قررت عزل بورسون بسبب حضوره حفل عشاء الجمعة الماضي والذي حضره أيضا مصاب بفيروس كورونا. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غدا إن شاء الله.